جيسي عبدو، أول شيء بدي لك هابي بيرثدي وعقبال المية. يوم حبينا نجي بفاشن نيوز أرابيا نعيدك على طريقتنا أون سيت. أول شيء أنت الحلوة وروحك الحلوة ومرسي لأنك جيت اليوم لعندي على السيت تتعايديني، وأنت مش بس زميلة بالدومين، أنت صديقة عزيزة لإلي، فبتمنى لك كمان كل شيء حلو قليل. أول شيء اللوك بياخد العقل، أنا كتير حبيت كمان الأزياء يلي اخترتيها، قدي مناسبة للحقبة كمان جيسي، تصميم مين، شعر، الميكاب، يعني بدنا هيك تفاصيل عن هالإطلالة الحلوة. عطول بقول للأصدقاء اللي حوالي أنه أنا ياريت فيني أعيش حياتي هيك، ياريت أنا فيني أطلع بحياتي أعمل شعري وروح هيك وعيش طبيعي، لأنه أنا بحس أنه روحي بهيديك الحقبة. تياب اتصمموا بدبي من ميزون HH Art، وهي لأنه كمان هيك بتصاميمها هي كمان هيك قديمة شوي. الشعر عملته مع أندري جي، قد هو شاطر بهيدي الموديلات تحديدا، والميك أب عمل لي خالد نايفي، وكمان هيك حبينا شوي يكون آيلاينر وقديم مع الرموش. بتعرفي اليوم جيسي قد ايه المجوهرات بتكمل إطلالة الصبية؟ طبعا. واليوم كتير لفت لنظري مجوهراتك اللي اخترتيهم بها الفوتو سيشن، وبعرف انه في قصة من وراهم، شو هي؟ هيدا الحلق عطتني اياه امي اليوم، هولي من مجوهراتها، وقالت لي انه هيدا الحلق كان طبعا هدية من بي، وهيدا الحلق حطتهم كان عمري سنة، فاليوم عطتني اياهم. هيدا منه قديم، هيدا جديد، جيفت من كمان حدا عزيز علي، بس هيدا الحلق فينتج. هل ممكن نشوفك بشي مناسبة بهيك ستايل مثلا؟ نرجع لكمان حقبة الأربعينات بال 2023؟ كتير بحب، كتير بحب روح هيك وعيش حياتي هيك، بس طبعا كل مناسبة بتعرفي قالين إلى مثل لبسة إلى يعني ستيل تبعها، فأكيد ما فيني أنه أنا عيش هيك. بعيداً عن التمثيل، كيف منوصف ستايل جيسي عبدو؟ مثل كل أي بنت بتعيش حياتها طبيعي وانت بتعرفي، فبحب ايزي جوينج، يعني مثلاً سيرفت ما جينز، إذا ما في مناسبة كتير بحب الأشياء السبور المريحة. جيسي اليوم كمان بتنوجدي كتير على ريد كاربت بالمهرجانات، ودايما اطلالتك بتكون مميزه، مين بيختار لك ازيائك بهيك مناسبات؟ اوقات بختارهم انا واصدقائي، وفي عندي صديق عزيز علي، اول شيء اليوم عندي فرصه اني اقول له مرسي لتعبه ولجهده معي، وهو كمان اوقات بيعطيني الوحي اني نقي اطلالاتي، لانه حدا مزوق كثير وانا كثير بوثق فيه هو علاء مرعب. اكيد هو اي لاف. اذا طلب منك باي دور تمثيلي انك يمكن تقصي شعرك قصير، مع انه بعرف قد ايه شعرك غالي على قلبك مثلي، ما بنحب نقص شعرنا، تعمليها؟ اذا دور كثير حلو، وإذا دور أنا بحسه رح يكون دور يعني يعلم بحياة المهنية، أكيد بعمله، أكيد بعمله. جيسي أنا بدي أرجع أتمنى لك عقبال المية وتضلك نجمة مضواية وقريبة للقلب وحلوة ومتألقة. أنا كتير انبسطت اليوم بهالنهار الحلو معك وإطلالتك الرائعة، ألف مبروك وعقبال المية. مرسي يا ألين، كلك ذوق، ومجيتك لعندي لهون عزيزة كتير، ومرسي انك جيتي وانكم موجودين معنا اليوم، وبدي اتمنى لك انت كمان كل شيء حلو. I can't protect you from it.